بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستكمل إن شاء الله من كتاب البصائر. تكلمنا عن حفظ اللسان عموما، ونتكلم عن حفظ اللسان في الفتن. عندما تقع الفتن فإن أوكد ما يحفظه العبد هو لسانه. قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى هنا الجهاد ايه؟ انك تجاهد شهوة الكلام، شهوة الكلام. فالكلام شهوة، فيجاهد الإنسان نفسه ويجاهد لسانه حتى يقيمه على الصراط. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فمن سنة الجهاد البداءة بالعدو الأقرب فالأقرب، والنفس الأمارة بالسوء بين جنبي الإنسان هي أقرب أعدائه إليه، فليبدأ بمجاهدتها وقمعها، خصوصا وأنها التي تأمر لسان الغيبة والنميمة والجدل والمراء والكذب والخوض في الفتن. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل، المجاهد الحق هو من جاهد نفسه في الله عز وجل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. قال أبو حازم رحمه الله، وكان من كبار التابعين: قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك، لأنك لن تقاتل عدوك إلا إذا قاتلت هواك أولا. ويتأكد وجوب حفظ اللسان وقت الفتن لما للسان من أثر في إشعالها. وقد يحسب المغرور أنه إذا كف يده فقد اعتزل الفتن، ولا يدري أنه لا ينجو منها حتى يكف لسانه أيضا. وكم من خائض في الفتن متلوث بها بلسانه ويظن أنه ناج منها. ومن أنشط الساعين فيها المضرمين نارها. ومن ثم قال وهيب بن الورد رحمه الله: وجدت العزلة في النساء. عن عبد الله بن المبارك قال: قال بعضهم في تفسير العزلة هو أن يكون مع القوم، فإن خاضوا في ذكر الله فخذ معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن الفتنة وكلت بثلاث، بالحاد النحرير وبالسيد، فأما هذان فتبطحهما بوجوههما، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده. الفتنة وكلت بثلاث، وكلت من؟ بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليها. يبقى أول حاجة الحاد النحرير، إما أنه النشط أو الطائش، والنحرير أي الحاذق في علم، المقصود هنا المتهور. ليه؟ لأنه لا يفكر إلا بسيفه، تفكيره كله بقوته، أنا عندي وعندي، ده التفكير بالقوة. ده احنا مليون فرد، ده احنا نملك كذا وكذا وكذا، ده التفكير بتفكيره
بما في يده من قوة. فهذا هو الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف وبالخطيب الذي يدعو إليها. الأول صاحب سيف وده صاحب إيه؟ لسان. فيعي يشعل نار الفتنة بلسانه، خطيب مفوه فيشعل نار الفتنة بلسانه، وبالسيد. فأما هذان فتقتحهما الوجوهين، دول يهلكان في أول اثنين في الفتنة. الثالث تبحثوا تمتحنوا حتى تبلو ما عنده، لأن الفتنة امتحان وابتلاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما ذكرت عنده الفتن وسئل أي أهل ذلك الزمان شر في الفتن، قال كل خطيب مسقع أو مسقع الصاد، كل خطيب مسقع وكل راكب موضع. يبقى الخطيب المسقع المفوه الذي لا يرتج عليه الكلام، فهذا الذي يشعل نار الفتنة ويوقدها. وكل راكب موضع يعني مسرع فيها من الإضاعة والإسراف، فعلى طول ايه يسرع فيها. وقلنا قبل كده ان الفتنه لابد من التثبت والتاني. والنصوص التاليه تجسد لنا خطوره وقع اللسان في الفتن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنه تستنظف العرب قتلها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. لما أقول استنظف الشيء يعني أخذه كله. استنظف العرب يعني قرقري تطهرهم من الأرذال وأهل الفتن، قتلاها في النار. إما أنهم سيكونون في النار أو هم حينئذ في النار، لأنهم يباشرون ما يوجب دخولها. اللسان فيها أشد من السيف، يعني إطلاق اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف. فالسيف إذا ضرب به أثر في واحد، أما اللسان فإنه يؤثر في ألوف، حرك الألوف. وهذا حديث رواه ابن داود وصححه الشيخ احمد شاكر وضعفه الألباني. وروي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنه صماء بكماء عمياء، من اشرف لها استشرفت له، إشراف اللسان فيها كوقوع السيف. فتنة بكماء، فتنة صماء بكماء عمياء. هنا وصف إيه؟ وصف أصحاب الفتنة. صماء فتنة، صماء بكماء عمياء. يعمى الناس فيها فلا يرون منها مخرجا، ويصمون عن استماع الحق. اسمعش اللي ينصح يشتم، لا يسمع. دي نوع من الفتن، فصل اخبر عن وقوعه. الناس فيها عمي لا يبصرون المخرج، المخرج لا يبصرونه. وصماء لا يستمعون، وبكماء لا يتكلمون بالحق. لا، كل واحد يتكلم عن ذنب. اللي عايز الفتنه تستعد يجيب لك ادله ويلوي في ادله عشان ايه؟ مستمر في اللي هو فيه، ان هو الصح هو اللي على الحق، عشان يستمر في اللي هو فيه. ولو كان مؤمن بس، او مسلم، ولو هو مسلم، ما هي دي فتن المسلمين. هي دي الفتن اللي بين المسلمين.
المسلمين من الفتن التي تقع بين المسلمين. وهذا الحديث رواه أبو داود وضعفه الألباني. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفتن، يعني احذروها، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. رواه ابن ماجه وهذا ضعيف جدا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده، قال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، مرجت يعني خف وقل الوفاء بالعهود، مرجت عهودهم يعني قل الوفاء بالعهد، وخفت أماناتهم يعني قلت أيمانهم، وكانوا هكذا تشبك بين أصابعهم. قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله في ذلك. قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيح. مثل هذه الحديث هي التي جعلت أكابر الصحابة رضي الله عنهم يعتزلون الفتنة التي وقعت في عهد علي رضي الله عنه، فاعتزلوا القتال في الجمل وفي صفهم، اعتزلوا القتال في الجمل وفي صفه. وقد صح أن عليا رضي الله عنه ندم، وكان هذا رأي رآه رضي الله عنه، وكان الإصلاح أولى بدلا من القتال في الجمل وصفه. أما الذين قتلوا في النهران مقتل الخوارج فهذا قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قاتلهم، و سر علي رضي الله عنه بذلك سرورا كبيرا، حتى أنه لما جاء خبر المخدج خر لله ساجدا سجدة شكر لله تعالى. وكان هذا اجتهاد، فكما ذكرنا من قبل اجتهاد، فعلي رضي الله عنه كان مجتهد وكان مصيبا في اجتهاده، وكان معاوية رضي الله عنه مجتهدا أيضا لكن أخطأ في اجتهاده. ولذلك قال السلف رحمهم الله تعالى: هذه دماء طهر الله أيدينا منها فينبغي أن نطهر ألسنتنا منها، ما نخوضش فيها دي، طالما ربنا طهر أيدينا منها دي كانت فتنة. شوف الفتنة لما ارتفع، أنا عايز أضرب لك مثال كده، لما الفتنة اشتدت قوي قوي والأمور اختلطت جدا من 30/6 وبعد 30/6، شوف الناس كانت عاملة ازاي. وأنا عايز أقول لك بقى، خد الكلام ده وتعالى عند الصحابة اللي ضاع عنهم ووقع ما وقع، فالناس كان حالها ازاي؟ الناس كان حالها ازاي؟ فهنا مثل هذه الأحاديث جعلت أكابر الصحابة رضي الله عنهم لا يقاتلون لما وقعت الفتنة. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اللي هو يروي هذا الحديث كان مع أبيه في صفين، كان مع أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه في صفين، ولكنه لم يقاتل رضي الله عنه، ولكنه لم يقاتل رضي الله عنه، ولكنه كان بجوار أبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. طب لما تقع الفتنة اللي هي الإنسان لم يتبين له الحق فيها، لأن لو تبين لك الحق يجب عليك نصر، تبين لك الحق بعلم يجب عليك نصر. قال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك، شوف واملك عليك لسانك، خذ بما تعرف، المعروف خذ به واعمل به. الصلاة صلي مع الناس، فالصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، ودع ما يعمل اتركه، وعليك بأمر خاصة نفسك،
ودع عنك امرا على ما يقبل الانسان على كويسه نفسه ودع عنه امرا العام. وان وقع هذا المرض واريد على نفسه فانه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فكن عبد الله المقبول ولا تكن عبد الله القاتل. ولما كان الدفع اسهل من الرفع والوقاية خير من العلاج أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من ينزف بيته اتقاء لآفات اللسان احترازا من الغيبة والنميمة والجدل والسعاية وغير ذلك مما يكون وقودا لإضرام نار الفتن. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. وما من كان ضامنا على الله عليه له عهد عند الله سبحانه وتعالى. وهذا دل على فضيلة من اعتزل مجالس الناس ولازم بيته بنية كف شر لسميع إخوانه المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمال بعد الجهاد مؤمن في شعب من الشعاب. شوف فر واعتزل فر للجبال في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شريه. لذلك مواقع تفت سيدنا عمرو سيدنا سعد رضي الله عنه جلس في إبله ساب المدينة وحى في الصحراء مع إبله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس فقال أنا أخبركم بخير الناس منزلة. قلنا بلى يا رسول الله. قال رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى عقر أو يقتل فأخبركم بالذي يليه. قلنا بلى يا رسول الله. قال امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. هذا رواه أحمد حسنه شعيب الأرنؤوط. وقال شقيق البلخي اصحب الناس كما تصحب النار خذ منفعتها واحذر أن تحرقك. قال عبد الله بن داود من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا بدينه ودنياه. كلهم عايزين تعملوا لهم أضرت بدينك ودنياك لأن الناس لن يجتمعوا على أمر واحد. الناس لن يجتمعوا على أمر واحد. ولذلك إن أطعت قوما ذنبك آخرون. يعني تعالى كده جرب كده في أي أمر من أمر الأمور. تعالى كده في أي أمر مثلا ارض شوية كده تلاقي التانيين زعلانين. طب ترد دول زعلانين. وهكذا. إذا مرضاة الناس كلهم غاية لا تدرك. أنت تدرك المحال. لا يمكن أبدا تقدر تجمع الناس دي كلها على ما تريد إلا على المنهج. المنهج الواحد هو اللي يجمعهم. أما إن أنت عايز تجمعهم بأهوائهم ومشاربهم الشتى لا يمكن. إنك تبغي المستحيل. طب إيه الحل؟ أرض الله بس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عن الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فكل واحد هتديله وما يطلبه فإنك تضر بدينك ودنياك. وعن زياد بن حدير قال لوددت أني في حيز من حديد ومعي ما يصلحني لا أكلم الناس ولا يكلموني حتى ألقى الله تبارك وتعالى. لأن الطعام ده لابد من كلام الناس. لكن كلام الناس لا يسلم منه الإنسان فهو بيقول لو وجدت ان انا في حيز من الحديد ومعايا ما يصلحني طعام وشراب وما كلمش حد الا ان اتقى الله تعالى. كل ده طبعا منه تحفظ انه يقع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. يبقى إذا مخالطة الناس لدعوتهم إلى الله عز وجل
بس مش هتسلم منه، فهذا يحتاج الى صبر، ان تصبر على اذاه. لكن مش كل بقى الناس هتسلم منه، لكن حاول ان يسلموا منك، كف عنهم شرك. يعني يسلموا منك، يسلموا من لسانك، يسلموا من ايدك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى انت لابد هتخالطه، هتأذى منه، بس انت بتأذوش. تسلم منهم، تسلموا منه، تسلم منهم بصعب. ولذلك ابو ضمضم قال لما اصبح ولم يجد شيئا يتصدق به، مش لاحق خالص يتصدق بها، قال اللهم فاني قد تصدقت بعرضي فتقبله مني. ايه تصدقت بعرضي؟ يعني بيتكلم على ايه؟ اللي يشتكي مرايا، انا تصدقت فاقبله مني، ان هو لا لاقي حاجه تصدق بها، اما تصدق بعرضي. فهنا الانسان لازم يعرف ان هو لن يسلم من الناس. ولو انت هتحط في بالك الناس اسلم منهم هتتجنن. يعني هتفضل حاطط في دماغك ده بيتكلم عليا، وده بيشتمني، وده بيغتابني، اصل ده مش عارف زعلان مني، اصل ده انت دماغك اصبحت. انما الانسان يتوكل على الله ويمشي في طريقه داعيا الى الله عز وجل. واهم حاجه ان هو يكون بيرضي الله وما يظلمش حد. ما يظلمش حد، ما يكونش حد عنده مظلمه. ثم يتوكل على الله عز وجل ويرضي الله سبحانه وتعالى. يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس. لكن ان الانسان يتحط في دماغه فلان وعلان ديت امر لا ينتهي. فامر لا ينتهي. انت تبغي المحال. لو تبغي ان الناس كلها تبقى متجمعه مثلا انها مثلا راضيه عنك، تبغي المحال. ده امر صعب. لا يرضي الناس جميعا الا المنافق. عارف ايه المنافق؟ يقعد مع دول، انتوا كويسين قوي، انتوا حلوين، مين يقول انتوا وحشين يا جماعه؟ يقعد مع التانيين عكسهم، يعني يقول كده انتوا كويسين قوي، يرضي ده ويرضي ده ويرضي ده على حساب ديني. انما لما تيجي تقول له يا فلان اتق الله انت بتعمله غلط، هيزعل منك. والتاني لما تقول له اتق الله يا فلان بتعمله غلط، هيزعل منك. طب انت لما زعل منك دلوقتي زعل منك بحق ام باطل؟ يبقى انت ما يضركش شيء، انت قمت باللي عليك. انت قمت باللي عليك، واجب النصيحه قمت به. لان ربنا يوم القيامه هيقول لك يا فلان رايت منكرا فلم تنه عنه. ايه اللي خلاك ما تنهاش عنه؟ ربنا هيسالك، هو ده السؤال ولا ايه؟ اللي ربنا لقنه حجته يقول يا ربي رجوتك وخشيت الناس. انا خفت منهم بس انا رجيت، رجوتك وخشيت الناس. يبقى هنا الانسان يرضي الله سبحانه وتعالى. اما اللي يبقى مع كل واحد، يعني كل واحد بيراضيه، ده اذى بالله من وصف المنافق. انما وصف المنافق الحق اللي هو يرضي الله سبحانه وتعالى ويجعل الله عز وجل امانه. ولا يراقب الناس في الله، يراقب الله في الناس. بس طيب نكتفي ان شاء الله بهذا عشان الوقت احنا